محاضرتنا اليوم إن شاء الله هي محاضرة أخيرة بأمراض الكلي، وهي عن أمراض الكلي الوراثي. راح نلقي الضوء على بعض الأمراض الوراثية الكلوية، قسم منها شائع وقسم منها يعني غير شائع، ولكن يعني مو معقول يعني تدرسوا أمراض الكلي وما يكون كنت تسمعوا فيها. طبعا في منها بتخص قسم الأطفال ولكن بنمر عليها بشكل سريع. هلا مقدمة عن أمراض الكلوية الوراثية. بشكل عام تنجم الأمراض الوراثية عن طفرات تطرأ على المورثات، وهذه المورثات قد تعبر أو تشفر بروتينات هيكلية تدخل في بنية الخلية لتعطيها شكلها وقوامها، أو عن بروتينات وظيفي أساسي لعمل هذه الخلية. تتظاهر هذه الطفرات في الكلي على الشكل التالي، إما على مستوى البروتينات الهيكلية، فتؤدي الطفرات في هذه البروتينات إلى تغير شكل وبنية الكلي، وهذا التغير يؤدي إلى فقدان التدريجي لوظيفة الكلي انتهاء بالداء الكلوي المزمن. ومثال عن هذه الطفرات: الداء الكلوي عديد الكيسات، الجسم السائد، ومتلازمة البورت. راح نمر عليهم. على مستوى البروتينات الوظيفية مثل النواقل الأنبوبية، البروتينات الناقلة للبوتاسيوم والصوديوم، وتؤدي الطفرة فيها إلى خلل وظيفي محدد قد يتطور مع الوقت ليصل إلى مرحلة الداء الكلوي المزمن. ومثال عليه هذه الطفرات: متلازمة بالتار ومتلازمة جيتلمان. راح نتحدث عن أهمها. أولا الداء الكلوي متعدد الكيسات الجسم السائد أو برمزوله بال ADPKD، هذا بسموه الأوتوزومال دومينانت بوليسيستيك كيدني ديسيز. داء الكلي عديد الكيسات نمط الجسم القاهر أو الجسم السائد. انتبهوا، هو أشعة اضطراب كلوي وراثي يحصل تقريبا بنسبة 1 على 400 إلى 1 على 1000 ولادي، وبينتشر في جميع أنحاء العالم وبصيب كل الأعراق، وأيضا منتشر في سوريا، وغالبا ما يتظاهر قبل سن 40. يعتبر الداء الكلوي متعدد الكيسات الجسم السائد مرضا جهازيا يصيب عدة أعضاء في الجسم بنسب متفاوتة، لكن تظاهرات الرئيسية كلوية حيث تصاب الكليتين في كل الحالات. من هون أتت أهميته، يعد المسؤول عن 3 إلى 10% من حالات الداء الكلوي الانتهائي، يعني الاندساج رينال ديسيز، وهو يعني شائع نسبيا حيث يأتي في المرتبة الرابعة بعد الداء السكري والضغط وأمراض الكبد في إحداث الداء الكلوي الانتهائي. قد لا يترافق الداء مع وجود قصة عائلية، هو بشكل عام عائلة لكن أحيانا بيكونوا مو عائلة. هون بهالحالة هي حيث أن المريض بحد ذاته هو يبتدئ الطفرة وفيما بعد ينقلها إلى أبنائه، وهي من الحالات الشائعة بسوريا. لذلك يجب الانتباه دوما لإعراض هذا المرض ببدايته حتى مع غياب وجود القصة العائلية من أجل تشخيصه ومتابعته باكرا. يعني أنه هو في أغلب الأحيان بتلاقي قصة عائلية، ولكن في بعض المرضى أنه ما بتلاقي عنده قصة عائلية، فهذا المريض بيكون هو الطفرة بتدئت من عنده وهو بعدين بينقلها لأبنائه. وهذا المظهر العياني للكلي عديد الكيسات النمط القاهر، تلاحظ الكليتين يكونوا كبيرتي الحجم وعبيانات كيسات متفاوت الحجوم، كيسات صغيرة وكيسات كبيرة، وقد تصل الكلي لأحجام كبيرة وكبيرة جدا. بعض الحالات قد يصل وزنها إلى 6 إلى 7 كيلوغرام، بينما بالحالة الطبيعية 250 جرام. الآلية الإمراضية لداء الكلي عديد الكيسات: تم تحديد مورثتين رئيسيتين مسؤولتين عن الآلية الإمراضية لهذا المرض. الطفرة الأولى هي طفرة المورثي البولي سيستيك كيدني ديسيز 1 البيكي دي 1، وهي الطفرة الأشع، وهي بتتوضع على الذراع القصير للصبغة 16، بتشكل 85% من حالات النمط القاهر من داء الكلي عديد الكيسات، وهي ترمز أو تشفر بروتين غشائي يدعى البوليسيستين 1. هذا يوجد في أهداب الخلايا الطهارية للنفرون، يعني للخلايا الأنبوبية. هذا
الطفرة تؤدي وسطين إلى القصور الكلوي الانتهائي بعمر 54 سنة. أما طفرة المورثي 2 بيكي دي 2 تتوضع على الذراع الطويل للصغير 4، هاي بتشكل 15% من حالات الداء الكلوي متعدد الكيسات النمط القاهر، ترمز بروتين غشائي يدعى البوليسيستين 2، هذا موجود في الجهاز الشبكي البيطاني للخلايا الظهري والذي يعمل كقناة كالسيوم داخلي. هذا يؤدي وسطيا إلى القصور الكلوي الانتهائي بأعمار أكبر من النمط الأول، هذا تقريبا بعمر 75 سنة. أهم وظائف بروتينات البوليسيستين هي كشف الإشارات خارج الخلوية من الأهداب الرئيسية، أيضا الالتصاق الخلوي والخلوي المطرقة، أيضا هي أساسية للحفاظ على الشكل الظاهري المتميز للخلايا الظهري وتنظيم حركة الكالسيوم في الخلايا الظهر. هلأ آلية تأثير الطفرة المسببة للداء الكلي عديد كيسات النمط القاهر، تؤدي هذه الطفرات إلى أولا نقص كالسيوم البلازما، وبالتالي بيؤدي إلى زيادة سي ام بي الحلقي الاي ام بي الحلقي في الخلايا الرئيسية بالقناة الجامعة، فبالتالي بيحدث تفعيل لمجموعة البروتين كيناز اي البي كي اي والتي تؤدي إلى زيادة النمو الخلوي وزيادة إفراز كلور الصوديوم اللي هو بيكون المادة الرئيسية يعني اللي تحتوي عليها سائل الكيسي. يصبح أقل من 5% من جميع النفرونيات بيصبح تأخذ شكل كيسي، وهون بعدها بتنفصل الكيسي عن النفرون الأصل وبتصير كيسي منفصل. هذا بس يعني آلية حدوث الكيسات. انتبهوا هلا هون، يعزى فقدان الوظيفة الكلوي إلى كبر حجم الكيسات والضغط الميكانيكي الذي تمارسه الكيسات على النسيج السليم المجاور. تكبر الكيسة تدريجيا وبتضغط بشكل ميكانيكي على البنى المجاورة، فبتؤدي إلى حدوث تخرب بالكبيبات، كما يعزى لحدوث موت خلوي وتليف ارتكاسي. تتعلق سرعة تدهور الوظيفة في الكلوي بسرعة نمو الكيسات وحجم الكيسات، وبهذا تتخرب الكلي تدريجيا حتى تفقد وظيفة المريض إلى القصور الكلوي المتقدم. هلأ قد يسأل سائل أنه هل كل مريض مصاب بداء الكلي عديد الكيسات يصل إلى مرحلة الداء الكلوي الانتهائي؟ ليس كل مريض كلي متعدد كيسات يصل الداء الكلوي الانتهائي أو تحال دموي. بعض المرضى قد يصل الكيسات لديهم للحوض، تلاقي الكلي كبير كثير كثير فيكون مصابين بالقصور الكلوي الانتهائي، وبعضهم حجم الكلي لديهم 16 ل 17 سنتيمتر ولكن بتكون الوظيفة الكلوية لديهم سليم. هلا الشيء المهم هو التظاهرات والمضاعفات بالكلوي. اول تظاهره انه هو تكون في ضخامه بالكليتين. ضخامة الكليتين عادة تسبق فقدان الوظيفة الكلوية بعقود، عادة هو ما بتظهر إلا فوق سن الأربعين، وهي علامة وتظاهرة رئيسية لتشخيص المرض. أحياناً يصل وزن الكلي إلى 6 إلى 7 كيلوغرام، وهو وزن كبير جداً مقابل وزن الطبيعي حوالي 250 جرام. الضخامة تؤدي إلى حدوث ألم مزمن وممض بالخاصرتين، بيكون ناجم عن تمطط الكيسات بالإضافة إلى أعراض انضغاطية للبنى المجاورة. هاي مظهر عيانة لداء الكلي عديد الكيسات، وبيظهر الكليتين بحجم كبير، أيضا كيسات كلوية كثيرة العدد وبأحجام مختلفة. أيضا هون مثل ما انكم شايفين صورة رنين مغناطيسي تظهر وجود ضخامة بالكليتين بالإضافة لوجود كيسات كلوية، بعضها بكون كبير الحجم وبعضها بكون أساتها صغيرين وقطية بداية تشكلها، مثل اللي بالسهم الأحمر هي كيسة نقطية أساتها، أما الكيسات المجاورة لها فهي كيسات كبيرة. وأيضا بصورة الطبقة المحورة لاحظوا هون كذلك تبدي هذه الصورة ضخامة بحجم الكليتين
بالإضافة لوجود كيسات كلوية متعددة وبأحجام مختلفة. لاحظوا السهم الأبيض بعض الكيسات بتكون عديمة الكثافة وبالتالي بتحتوي على سائل، مثل الكيسات اللي مشار إليها باللون الأبيض تلاقيها محتواها سائل وقليل الكثافة، بينما الكيسات المشار إليها بالسهم الأحمر ذات كثافة أعلى وبتكون مختلطة بإنتان غالبا، لذلك محتوى الكيس بيكون ذو كثافة أعلى من كثافة السائل. هلا مثل ما قلنا بتؤدي لضخامة بالكلي. العرض الثاني هو الألم. انتبهوا، الألم هو أشع عرض لداء الكلي عديدة الكيسات. إذا سألته ما هو أشع عرض، فأشع عرض هو الألم بالخاصرتين والذي قد يكون حادا أو مزمن. الألم الحاد هو يكون عبارة عن ألم موضع موافق تماما لمكان وجود الكيسي المختلطة. يحدث هذا الألم الحاد نتيجة تمزق الكيسي أو حدوث إنتان فيها أو نزف في إحدى الكيسات أو بسبب قولنج كلوي ناجم عن حصى كلوي أو خثرة دموي. أما الألم المزمن بيحدث نتيجة للضخامة الشديدة في الكيسات الكلوية أو بالكيسات الكبدية، كما سندرس لاحقا أنه هذا الداء بترافق مع وجود كيسات كبدية، أو قد ينجم عن تمطط المحفظة أو السرة الكلوي. الشيء المهم اللي لازم نعرفه، يعتبر التصوير الطبقي المحوري الوسيلة الأولى والأفضل للتشخيص وكشف سبب الألم سواء كان نزف أو إنتان، كما قد يفيد بعض التحاليل المخبرية مثل فحص البول والراسب والسي بي سي والسي آر بي في تمييز سبب الألم. فمثلا بيرتفع السي آر بي إذا كان في حال وجود إنتان بولي. ولكن بشكل عام بداء الكلي عديد الكيسات، التشخيص الأفضل والوسيلة التشخيصية الأفضل والأدق هي التصوير الطبقي المحوري. العرض الثالث هو البيلي الدموية. عادة بتكون البيلي الدموية خفيفة وهي إما بتكون مجهرية يعني فقط تظهر بفحص البول الراسب، أو بتكون عيانية بشوفها المريض، تنتج عن تمزق وعائه قد يحصل عفويا أو أن يكون محرضا بالجهد الشديد أو رض أو إنتان أو تمزق الكيسي أو بسبب حصى كلوي. يزداد حدوث البيلي الدموي بزياده حجم الكيسات، ولكن نادرا ما تؤدي الى حدوث فقر دم نزفي، يعني انه بسبب النزف يحصل فقر دم، فهذا كثير نادر. من مميزات البيلي الدموي في داء الكلي عديد الكيسات انه توصف البيلي الدموي بانها بيلي بوليت المنشا، حيث تكون بيلي شامله وقد تحتوي على خثره. احتواء على الخثرات هو بيميزنا اياها انه هي من السبيل البولي، وبيلي دموي شاملي يعني بتكون من اول البول لنهايته، وهذا ما يسمح بتفريقها عن البيلي قبي المنشا يعني البيلي الناجمي عن التهاب الكبد والكلي، حيث تكون البيلي الدموي بسبب الناجمي عن الكبيبات الكلوي دون وجود خثرات. طبعا لا نستطيع التداخل على الكيسات الكلوي في حال كانت البيلي الدموي غزيره، ونكتفي فقط بالمعالجة العرضية بتعويض الدم ومشتقاته حيث ما يتوقف النزف. أما في حال كان النزف مستمرا وشديدا قد نلجأ إلى استئصال الكلي حفاظا على حياة المريض. من التظاهرات اللي بتترافق مع داء الكلي عديد الكيسات أيضا ارتفاع التوتر الشرياني، وهو عبارة عن عرض شائع وباكر يصيب حوالي 60% من المرضى، وقد يسبق مرحلة ارتفاع الكرياتينين والوصول إلى القصور الكلوي المزمن. لذلك يجب متابعة مريض ضغط لذلك يجب متابعة ضغط المريض المصاب بداء الكلي عديد الكيسات النمط القاهر بشكل دوري، فارتفاعه دون تشخيص وعلاج يساهم في تدهور الوظيفي الكلوي. طبعا ارتفاع التوتر الشرياني بيكون أشد في طفرة BKD1 منه في طفرة BKD2. أفضل علاج لارتفاع التوتر الشرياني بداء الكلي عديد الكيسات إما بمثبطات الخمير القلبي للأنجوتنسين الأسي إنهبيترز أو حاصلات مستقبلات الأنجوتنسين ريسبتر بلوكرز. هاي ملاحظة، مثل ما ذكرنا نظرا لوجود عدد لا بأس به من مرضى الداء الكلوي الكيسي عديد الكيسات النمط القاهر الذين يبتدئون الطفرة
من دون وجود قصة عائلية فيجب أن نقوم بإجراء إيكو للكلي عند كل مرضى ارتفاع الضغط الشرياني من أجل تشخيص المرض في حال وجوده قبل الوصول إلى المراحل النهائية للقصور الكلى. أيضا من الاختلاطات اللي ممكن تحدث أنه قد يحدث نزف ضمن الكيسات، وهون بيتظهر بألم موضع في مكان الكيسي النازفي مع أو بدون بيلي دموية وبترافق مع ترفع حروري. قد تنفتح الكيس النازفي على البطن أو إلى الحيز خلف البيرتوان، وقد تؤدي إلى حدوث صدمة نازفية وعلامات بطن حادة مع ألم شديد جدا، وهي تعتبر من الحالات النادرة والتي تحتاج إلى علاج إسعافي. طبعا يعد التصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح المالتي سلايز، هذا بيكون الشرائح اللي بيعطيها بيكونها رقيقة وصغيرة، بيعطي شرائح قطرة أو يعني حجمها أصغر من الشرائح المشاهدة بالتصوير الطبقي المحوري العادي، يعتبر أساسيا في كشف النزف ضمن الكيسات. العلاج بيكون داعم، مسكنات وصادات في حال الإنتان، وأيضا نقل دم في حال كان النزف غزير، وفي حال الانفتاح الخارجي يعني إذا انفتحت على جوف البطن يصبح العلاج جراحيا إسعافيا. عبيرجع دائما نأكد على أي مريض لديه كلي عديد الكيسات مع علامات بطن حادة نقوم بإجراء تصوير طبقي محوري للبطن لنفي وجود الكيسي النازفي نظرا لصعوبة تمييزه بالإيكو. لأنه ليش عم نأكد على داء الكلي عديد الكيسات والتصوير الطبقي المحوري هو الأفضل والأدق بالتشخيص؟ لأنه بعض الاختلاطات بيكون صعب تشخيصها عن طريق الألتراسونوغرافي، لذلك يفضل دائما في حال وجود أعراض بطن حادة استعمال التصوير الطبقي المحوري، وخصوصا المتعدد الشرائح إذا كان متوفر. من الاختلاطات أيضا الإنتانات البولية وإنتان الكيسات، تحدث الإنتانات البولية لدى هؤلاء المرضى بشكل أكثر شيوعا منه لدى عامة الناس بسبب الركود البولي. لا يمكن كشف إنتان ضمن الكيسي إلا من خلال إجراء تصوير الطبقي المحوري وأيضا معاينة السي آر بي. نفرق بين النزف والإنتان ضمن الكيسي عن طريق ارتفاع السي آر بي الذي يرتفع في حالات الإنتان، لكن في حال انفتحت الكيسي ذات الإنتان على سبيل البولة عندها يمكن أن يكشف بفحص البول والراسب وزرع البول، ومن خلالها يمكن تحديد هوية الجرثوم المسبب. في إنتان الكيسات غير منفتحة على سبيل البولة يجب إعطاء الصادات، هون الشيء المهم اللي الكيسات اللي بكون في داخلها إنتان عملنا تصوير طبقي محوري ولقينا مثلا كيسات ذات كثافة عالي والمريض عنده حرارة وعروقات وترفع حروري وعنده آلام بالخاصرتين وعنده ارتفاع بالسي آر بي، فهون منشك أنه إنتان ضمن الكيسة أو مثل بتكون مثل الخراج، فهون يفضل إعطاء الصادات التي تخترق الكيسات مثل مركبات الفلورو كينيلون، يعني مركبات الفلورو كينيلون مثل مركبات السبرو فلوكساسين والليفو فلوكساسين من هاي المركبات، وأيضا مركبات الفانكومايسين. الفانكومايسين اللي بيأثر بشكل أساسي نعطيه في حال شك بإنتان بالعنقوديات المذهبي، وخصوصا بسموها MRSA اللي بيكون مقاومي للميتسلين، وأيضا مركبات التريموتوبريم والسلفوميتوكزازول. مدة العلاج عادة طويلة بتستمر حوالي 4 أسابيع وأكثر، وقد تصل إلى 3 أشهر في حال عدم التحسن، وذلك حتى تعود قيمة السي آر بي إلى الطبيعي. من الاختلاطات أيضا الحصيات الكلوية، تحدث الحصيات الكلوية عند مرضى الداء الكلوي الكيسي النمط القاهر أكثر ب5 إلى 10 مرات من حدوثها لدى الأشخاص الطبيعيين، وذلك بسبب الركود البولي ونقص السترات بالبول. أشيع الحصيات اللي بتتشاهد عند هؤلاء المرضى هي حصيات حمض البول وتليها حصيات أوكسالات الكالسيوم. يعتبر التصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح، هذا المالتي سلايز سيت سكان،
حجر الأساس في تشخيصه، فلا نستطيع عن طريق الإيكو التمييز بين التكلس والحصى. العلاج هو مشابه للعلاج عند عامة الناس، ومن أحد الطرق العلاجية المستخدمة هو التفتيت بالليزر عبر السبيل البولي السفلي. الاختلاط الأخير هو الداء الكلوي المزمن. طبعا مثل ما ذكرنا أكثر مرة، ليس كل مريض مصاب بالداء الكلوي الكيسي أو داء الكلي عديد الكيسات يصاب بالداء الكلوي الانتهائي المزمن، فقد تبقى الوظيفة الكلوية طبيعية لفترة طويلة بعد بدء المرض. عادة عند هؤلاء المرضى يلاحظ انخفاض معدل رشح الكبة بمعدل 4 إلى 5 مللتر بالدقيقة كل سنة مع بدء تدهور الوظيفة الكلوية. أيضا من العلامات المبكرة التي تسبق حدوث القصور الكلوي الانتهائي هي حدوث بوال وسهاف وأيضا بوال ليلي. ليش بيحصل؟ بسبب نقص القدرة على نقص قدرة الكلية على تكثيف البول، ومثل ما ذكرنا أكثر من مرة أن أول وظيفة من وظائف الكلية تفقد في القصور الكلوي المزمن أو في الداء الكلوي الانتهائي هي قدرة الكلية على تكثيف البول. قد يترافق أيضا مع احمرار دم ولكن نادر جدا، ولكن مذكور أنه داء الكلية عديد الكيسات يترافق مع احمرار دم، يعني البوليسيتيميا. هلا عوامل الخطوره اللي تنبئنا بحدوث الداء الكلوي الانتهائي عند مرضى الداء الكلي عديد الكيسات النمط القاهر. اول عامل خطوره هني الذكور، رغم ان الكيسات الكلويه معرضه لزياده الحجم السريعه بشكل اكبر لدى الاناث تحت تاثير الهرمونات وخصوصا الاستروجين، الا ان الذكور اكثر وهبه لتطور الداء الكلوي الانتهائي، وهو يعني ما له تفسير. أيضا من علامات أو عوامل الخطورة البدء المبكر لارتفاع التوتر الشرياني، وأيضا وجود البيلي البروتيني وطفرة المورثي البي كي دي 1 تعتبر هي أسوأ من طفرة البي كي دي 2، وعلما أن هي بتشكل حوالي 85% من حالات الداء الكلوي الكيسي النمط القاهر. طبعا لا يترافق الداء الكلوي عديد الكيسات النمط القاهر بصغر حجم الكليتين عند الوصول للقصور الكلوي الانتهائي. طبعا احنا احد الميزات اللي بيتميز فيها احيانا كيف بنميز بين قصور كلوي حاد وبين قصور كلوي مزمن هو حجم الكليتين. معظم المرضى المصابين بالقصور الكلوي المزمن او الداء الكلوي الانتهائي بيكون بيترافق مع صغر بحجم الكليتين، ولكن هناك استثناءات. بعض المرضى بيكونوا مصابين بقصور كلوي مزمن ولكن حجم الكليتين بيكون اكبر من الطبيعي، ومن هون داء الكلي عديد الكيسات. ايضا الكلي المصابي بالداء النشواني بيكونوا عاده الكلي بيكون حجمه كبير، مو بالضروره دائما يظهر حجم الكليتين. غالبا ما يظهر القصور الكلوي الانتهائي الناجم عن هذا الداء باعمار متاخره، مثل ما قلنا ذكرنا النمط الأول غالبا بيوصل للمرضى بعمر وسطي 55 سنة، والطفرة بي كي دي 2 عادة بيوصل للمرضى لقصور كلوي انتهائي بأعمار 75 سنة. عند الحاجة لزرع الكلي قد نضطر أحيانا لاستئصال الكلي المصابي بداء الكلي عديد الكيسات لأنه بيكون حجمه كبير كتير، فبالتالي ما لها فائدة، ما في فائدة من بقائه، لذلك يفضل استئصاله خصوصا اذا كانت واصله للحوض. مثل ما ذكرنا انه هو داء الكلي عديد الكيسات هو عباره عن مرض جهازي، فلا بد من معرفه التظاهرات خارج الكلوي له، وهي كثير مهمه ودائما هي بتكون مثار للاسئله النظري. مثل ما بيحصل بالداء الكلوي عديد الكيسات انه بتصل فيه كيسات، بترافق ايضا مع الداء الكبدي متعدد الكيسات، ايضا بتحصل كيسات بالكبد. بتعتبر الكيسات الكبديه التظاهره خارج الكلوي الاكثر شيوعا. اذا سئلنا ما هو التظاهره خارج الكلوي الاكثر شيوعا بالداء الكلوي عديد الكيسات، وهي بتكون الكيسات الكبديه وبتشاهد بنسبه 30%.
تكون الكيسات أكبر حجماً لدى النساء منها لدى الرجال. هوني بقى مفسرة، لأنه الكيسات الكبدية عادة تتأثر بالإستروجين، مثل الأورام الغدي اللي بتحصل بالكبد بسبب مثلاً مانعات الحمل الفموي، فبتكون بتتأثر بالإستروجين، ولذلك بتكون الكيسات أكبر حجماً لدى النساء. عادة تبقى الوظيفة الكلوية طبيعية، ونادراً ما تتأثر، على عكس الكليتين حتى بوجود كيسات عرطلي يعني اللي واصل لأحجام كبيرة. وأيضا تبقى الخمائر الكبدية طبيعية أيضا، يعني أنزيمات الكبد الـ AST والـ ALT بتكون طبيعية، ولكن أحيانا إذا كانت الكيسات كبيرة ممكن تضغط على الطرق الصفراوي أو القنيات الصفراوي داخل الكبد، فبتعمل لنا ارتفاع طفيف بالفوسفاتاز القلوي، ما بتوصل لا أو ما بتؤدي لحدوث تشمع كبدي إلا بحالات نادرة جدا جدا. قد تؤدي الكيسات الكبدي إلى أعراض انضغاطية، مما يؤدي إلى حدوث ألم بالمراق الأيمن. أيضا إذا كانت الكيسات كبيرة كتير ممكن تضغط على المعدة أو الأمعاء فبتؤدي لحدوث شبع مبكر. أيضا ممكن تضغط على الحجاب الحاجز فبتؤدي لحدوث زلي تنفسي ووذني بالكاحلين. قد يحصل نزف وإنتان لكن بحالات نادرة ضمن الكبد، لكن أحياناً قد تؤدي إذا كانت كيسات كبيرة ومتعددة جداً قد تؤدي إلى أعراض انضغاط الوريد الأجوف السفلي بحالات أيضاً نادرة جداً أقل من 10% وخاصة ما تحدث لدى النساء. عادة الكيسات اللي بتكون مترافقة مع الداء الكلي، عديد الكيسات اللي بيكون بالكبد خصوصا الكيسات العرطلي تعالج بالسوماتوستاتين او سيروليماس. السيروليماس هو مثبط مناعي، وفي حال انضغاط الوريد الاجوف السفلي قد نحتاج للبزل لبزل الكيسات او الاستئصال الجراحي لجزء من الكبد، ونادرا جدا ما نحتاج لاجراء زرع الكبد. طبعا هون ملاحظه، عند وجود قصور كلي وقصور كبدة لدى مريض، وهي حالة نادرة جدا جدا، يعني انه المريض يكون عنده قصور كلوي انتهائي وايضا عنده قصور كبدة يعني واصل لمرحلة قصور الكبدة الانتهائي او مثل تشمع الكبد، هون بهالحالة هي يجب ان نقوم اولا بزرع الكبد. اولا نقوم بزرع الكبد قبل اجراء زرع الكلي، لان قصور الكبد مضاد استطباب لاجراء زرع الكلي. هون على صورة الطبق المحوري اللي شايفينها بهالصورة هاي بنلاحظ وجود كيسات كبدية متعددة بأحجام كبيرة وتملأ كل البطن مثل ما كنا ملاحظين، مؤدي لضخامة كبدية شديدة. وإذا ملاحظين هذا السهم الأبيض هو الوريد الأجوف السفلي، فمن كتر كبر حجم الكيسات وملأة للبطن ضغطة على الوريد الأجوف السفلي. من التظاهرات خارج الكلوية لداء الكلي عديد الكيسات، أحيانا بيترافق مع أمهات الدم الدماغي. أمهات الدم الدماغي تحدث لدى 10% من المرضى بدون وجود قصة عائلية، وبتحدث عند 20% من المرضى في حال وجود قصة عائلية لأمهات دم أو نزف تحت العنكبوتي. فهي أشع في حال وجود قصة عائلية. أهم الأعراض الصداع المستمر حديث البدء، وهو بيكون علامة منذرة لحدوث النزف تحت العنكبوتي. عادة مثل ما بتعرفوا، ما بعرف إذا درسوا الجراحة العصبية، النزف تحت العنكبوتي أهم وأشع أسبابه هي التشوهات الشريانية الوريدية وأمهات الدم. أمهات الدم وقت اللي بتتمزق بتؤدي لحدوث نزف تحت العنكبوتي، وبكون أهم الأعراض والعلامات فيها بكون حدوث صداع حاد شديد ذو بدء مفاجئ، وبقول لك المريض انه اول مره بحياته بشعر بهالصداع هذا. لذلك يجب اجراء في حال الشك فيها اجراء المران الوعائي، يعني تصوير الاوعي الدماغي بالمران او الطبق المحوري مع الحقن مادي ظليل. عوامل الخطوره لتمزق امهات الدم المرافق للداء الكلوي عديد الكيسات، طبعا أمهات الدم الدماغي إذا كان قطرة أكثر من 1 سنتيمتر أو إذا كان المريض مدخن، وأيضا ارتفاع التوتر الشرياني.
طبعا يستطب سبر أو مسح أمهات الدم في حال وجود قصة عائلية لتمزق أمهات الدم أو قصة سابقة لنزف دماغي لدى نفس الشخص، وذلك بإجراء تصوير رنين مغناطيسي سنوي. طبعا في حال وجود أمهات دم أو خطورة بتكون عالية الخطورة للنزف، تعالج بالتصميم إطلاق صمات وعائية، بيكون عن طريق قفطرة الشرايين الانتقائية وإطلاق صمات وعائية لإغلاق أمهات الدم، ويتم اتخاذ قرار العلاج حسب حجم أم الدم. أيضا من التظاهرات اللي التظاهرات القلبية الوعائية المرافقة لداء الكلى عديد الكيسات هو أنه بيترافق مع انسدال بالصمام التاجي، وهي انسدال الصمام التاجي التظاهرة القلبية الأكثر شيوعا أو الأكثر مرافقة، وبترافق عادة مع قلس أو قصور وإصابة صمامية أخرى مثل قصور الأبهر. يعطى مرضى انسدال الصمام التاجي معالجة وقائية قبل الخضوع لأي عمل جراحي على الأسنان أو غيره. طبعا هون قصدوا فيها أنه إذا المريض كان عنده انسدال بالصمام التاجي فيعطى معالجة وقائية من أجل التهاب الشغاف. من الإصابات الأخرى، لكن أهم الإصابات اللي لازم تحفظوها، هي أنه على مستوى الجهاز القلبي الوعائي هي أمهات دم داخل الدماغ وقصور الصمام أو مقصر الصمام الميترال فالف برولابس انسدال الصمام التاجي. الإصابات الأخرى قد يترافق مع وجود أمهات دم إكليلي يعني بالشرايين إكلي أو أمهات دم أبهري وضخامة بطين أيسر. لاحظوا هون هذا صورة عيانية لأم دم أبهرية بالأبهر الصدري مترافقة مع داء كلي عديد الكيسة. وهون هي الصورة اللي شايفينها، هذا مسبع ويلس وهون يلاحظ وجود أمهات دم الدماغي. أيضا قد يترافق مع وجود رتوج بالكولون، عادة تكون لا عرضية ولا ما بتسبب أي مشاكل إلا بعد القيام بزرع الكلي، حيث قد يحدث التهاب بالرتوج في نتيجة تناول مثبطات المناعة. الداء الكلوي عديد الكيسات عند الأطفال بتدرسوه بقسم الأطفال، نحن هون عم نحكي عن الداء الكلوي الكيسة عند البالغين. التشخيص يتم التشخيص بالاعتماد على الأمور التالية: أولا وجود قصة عائلية وهي من الأمور الهامة جدا، ووجودها مع وجود كيسات كلوية يرجح تشخيص المرض بشدة. يأتي المريض إلى الطبيب عادة وهو يعلم بإصابته من المرض مع بداية ظهور الأعراض، فالمرض من نمط الوراثي الجسمي القاهرة، فهو موجود لدى أحد الأبوين وأيضا بيكون موجود لدى نصف الأخوة. أما في حال ابتداء المريض للطفرة من دون وجود قصة عائلية فيتطلب التشخيص. انتبهوا إذا المريض ما عنده قصة عائلية وهو كانت الطفرة بدايتها من عنده، فيتطلب التشخيص وجود 5 كيسات على الأقل في كل كلي بعمر 30 سنة مع وجود نمط ظاهرة متوافق مع المرض. وكل ما تقدم المريض بالعمر يزداد عدد الكيسات اللازمة للتشخيص. فعند عدم وجود القصة العائلية لا يكفي مثلا وجود كيستين للتشخيص، فقد تكون هذه الكيسات كيسات كلوية بسيطة كما سنرى لاحقا. بالتصوير بالإيكوغرافي يجب رؤية الكليتين كبيرتي الحجم مع وجود كيسات فيهما. التصوير الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي هني أكثر دقة في تشخيص الكيسات الأصغر وحجما، ويلجأ إليهما في حال وجود قصة عائلية مع وجود شك بالمرض، لكن ما حصلنا نكشف الكيسات بالإيكوغرافي. يعد التصوير الطبقي المحوري متعدد الشرائح أهم وسيلة تشخيصية في حال النزف أو إنتان الكيسات. فبشكل عام ولا تنسوها، عند المريض الكلي متعدد الكيسات الوسيلة التشخيصية الأهم والأفضل والأدق هي دائما التصوير الطبقي المحوري. إجراء دراسي مورثي بيتم من خلاله تحديد
المورثات الطافرة، ولا سيما في حال وجود إصابات لعائله، لكن كالعادي غير متوفرة عندنا في سوريا ولا تجرى إلا في حالات خاصة جدا، لكن تجرى مثلا في حال وجود متبرع كلي من عائلي لديها قصه عائلي لداء الكلي عديد الكيسات، لتاكد من سلامته من المرض قبل اجراء الزرع، لانه في هالحاله هي ما بجوز اخذ الكلي من المريض بزرعه، لانه بيكون عنده والله داء الكلي عديد الكيسات، شو استفدنا؟ بعد سنتين او ثلاث سنوات راح يتظاهر المرض. العلاج معالجه عرضيه في حاله النزف والانتان، علاج ارتفاع التوتر الشرياني، يجب تخفيض الضغط الشرياني لقيم اقل من 130 على 80 من الرزباقي، والهدف من ذلك هو ابطاء وصول الى الداء الكلوي الانتهائي. تعتبر مثبطات الخمير القلب الانجوتنسين ومثبطات الانجوتنسين 2 هي العلاجات المنتخبه، كونها خافضه للضغط وايضا الى تاثير مضاد للتليف بنفس الوقت، لكن مع مراعاه مضادات الاستطباب مثل ارتفاع البوتاسيوم عند المريض. ففي حال وجود ارتفاع بوتاسيوم عادة تعتبر هذه المركبات مضادات استطباب. في حال عدم مثلا ضبط الضغط ممكن إضافة أدوية أخرى مثل حصيرات أقنية الكالسيوم. في بعض العلاجات هي المهمة أنه علاج مبطئ أو موقف لنمو الكيسات، تستخدم عند وجود كيسات كلوية أو كبدية ضاغطة، حيث نلجأ إلى استخدام السوماتوستاتين. السوماتوستاتين في حال وجود كيسات عرطلي سواء في الكلي ولا في الكبد، فبيثبط نمو الكيسات، وأيضا بالكيسات الكلوية خصوصا بيستخدموا مضادات مستقبلات الفازوبرسين 2 وهو مركب التولفابتان. مركب التولفابتان هو الدواء المعتمد حاليا، حيث أثبتت دراسات عديدة أن أعطاه بشكل باكر قبل ارتفاع قيم الكيراتينين يؤخر من نمو الكيسات، وبالتالي يؤخر تطور المرض، إلا أن مشكلة هذا الدواء تكمن في غلاء ثمنه وبعض تأثيراته الجانبية. أيضا من الأدوية التي قد تثبط نمو الكيسات هي مثبطات تسموها مركبات الإمتور، غير معتادة عالميا إلا عند المرضى الذين أجري لهم زرع كلي، كونها مثبطة للمناعة ومبطئة لنمو الكيسات بذات الوقت، ومثالها مركبات السيروليماس والإيفيريلوماس. هلا فقط انا راح نطالبكم بالداء الكلوي عديد الكيسات النمط القاهر. الداء الكلوي متعدد الكيسات الجسمي المتنحي هو نادر وما في داعي نلبككم فيه. من الادواء الكلويه الكيسيه الاخرى يعني بترافق مع وجود كيسات بالكبد هو توبر سكليروسيز، او بسموه معقد التصلب الحدبي. التوبر سكليروسي هو عبارة عن داء وراثي جسمي سائد، بيتظاهر المرض سريريا، انتبهوا له مرافقات كتير، بيتظاهر بأورام حميدي في عدة أعضاء مثل الدماغ والشبكي والجلد والكليتين والرئتين، تؤدي في النهاية إلى خلل في وظيفته. تحدث الإصابة الكلوية في تقريبا حوالي 60% من الحالات، وبتشمل الأهم الإصابات الكلوية اللي بتكون مترافقة مع تصلب الحدبة، أورام شحمي عضلي وعائي بسموها الأورام العابي أو الأنجوميو ليبوما، وهي الأشعة وهي أورام سليمي ولا يلجأ لاستئصالها عادة. قد تحدث كيسات كلوية في حوالي 45 من الحالات، وأورام كلوية خبيثة يعني رينال سيل كارسينوما اللي سرطان الكلي، لكن بحالات نادرة. نادرا ما يحدث تصلب كبي بؤري قطعي يعني الفوكال سيجمنتال جلوميرولو سيكليروسيز. تعتبر الاختلاطات الكلوية عند مرضى تصلب الحدبة السبب الأشع للوفاة، وتشمل كل من النزف خلف البيرتوان، لأنه هي الأورام الشحمية العضلية الوعائية الأنجوميو ليبوما قد يحصل فيها نزف. في حال حصول النزف ممكن تحصل تؤدي إلى نزف خلف البيرتوان، وأيضا بسبب حدوث يعني السبب الأشع للوفاة بكون هي كمان بسبب القصور الكلوي الانتهائي. عندنا من الأمراض اللي قد تصيب الكلي هو داء فون هيبل لينداو. هذا مرض نادر وبيحصل تقريبا بنسبة 1 على 36,000 ولادي. هون الطفرة تحدث على مستوى بروتينات تمنع تشكل الأورام،
ويكمن اختلاف بينه وبين المعقد التصلب الحدبي يعني التوبر سكلوريز اللي حكينا عنه من شوي بكونه يؤدي إلى حدوث أورام خبيثة. أهميته ده فون هيجل لينداو أنه بترافق مع سرطان الخلية الكلوية من النمط الرائق. هذا المرض يتصف بتشكل أورام في أعضاء عديدة مثل الشبكية والجهاز العصبي المركزي وورم الأرومة الأوعية الدموية، أيضا مثل ما ذكرت سرطان الخلية الكلوية من النمط الرائق، أيضا بترافق مع الفيكروموسيتوما وأورام جزر البنكرياس وأورام الكيس اللمفي الباطن. بيحدث سرطان الخلية الكلوية في هذا الداء بنسبة قد تصل إلى 70% من الحالات. لذلك المرضى المصابين بهذا الداء داء فون هيبل ليندو يجب مراقبتهم دوريا بواسطة تصوير طبقي المحوري، وإذا وصل حجم الورم لأكثر من 3 سنتيمتر يستطب إجراء الجراحة بسبب خطورة الانتقالات. راح نحكي بشكل سريع عن الداء الكلوي الكيسي المكتسب. هناك حكينا عن الأمراض اللي تترافق مع حدوث كيسات لكن لأسباب وراثية أو عائلية، أما هون في عنا بعض الأمراض قد تؤدي لحدوث كيسات بشكل مكتسب وإلى العديد من الأشكال الكيسات البسيطة أو الكيسات التي تحدث لدى مرضى التحت. الكيسات الكلوية البسيطة أحياناً بتلاقي بتقرير الإيكو أنه مثلاً لوحظ وجود كيسي قشري بسيطة، هي إن إحنا عم نحكي عليها وهي بتكون حالة سليمة، يعني مثلاً أثناء إجراء تصوير إيكو جرافي للكليتين بتلاقي بالتقرير الإيكو جرافي كاتب لك كيسي قشري بسيطة. وهي الكيسات البسيطة أشع الكيسات الكلوية المكتسبة عادة قطرة بتراوح بين نص لأربعة سنتيمتر وأحياناً توصل أحجام أكبر من هيك، قد تكون أحادي أو ثنائية الجانب وقد تكون وحيدة أو متعدد. تنشأ عادة من الأنبوب المعوج البعيد أو من القناة الجامعة وتصيب الكلية طبيعي الوظيفي، يعني الوظيفة الكلوية بتكون سليمة. عادة تحدث بأعمار صغيرة وتزداد مع التقدم بالعمر، يزداد حدوث الكيسات القشرية البسيطة مع التقدم بالعمر، غالبا بتكون غير عرضية ومثل ما ذكرت في أغلب الأحيان تكتشف صدوة أثناء إجراء تصوير لسبب آخر، نادرا ما تختلط بنزف أو إنتان أو تكون المسؤولة عن حدوث بيلي دموي مجهري أو ارتفاع توتر شرياني. تظهر بالإيكو على شكل كيسات قشرية مدورة أو بيضوي تحوي سائل بداخله. هيك بتلاقي مثلا بالإيكو كتب لك كيسة قشرية بسيطة، بس ذكرت بالإيكو كيسة قشرية بسيطة، فغالبا هاي الكيسة بتكون سليمة وما لها مشك. تتميز الكيسات البسيطة بأن ذات جدار أملس رقيق بدون وجود حجب أو تكلسات بداخله. عادة إذا وجد عند مريض كيسة قشرية بسيطة يعني أو مريض قال لك أنا طلع عندي هيك، يكتفى بالمراقبة الدورية فقط لتحري كبر حجمه بإجراء إيكو سنويا، فهي ليست بحاجة لأي معالجة نوعي حتى لو كانت 5 سنتيمتر ولا 6 سنتيمتر ما إلى أي أهمية. من الأسباب تشكل الكيسات المكتسبة يعني لحالات مرضية أخرى غير الحالات الوراثية أو العائلية، ايضا نقص البوتاسيوم قد يترافق مع وجود كيسات بالكلي، والقصور الكلوي المزمن. مرضى القصور الكلوي المزمن هو يعتبر احد اهم اسباب الكيسات البسيطه وبتحدث لدى 8 ل 13% من المرضى اللي بيكونوا موضوعين على التحال الدموي، وهي عاده بتكون لا عرضي ونادرا ما تختلط بالتمزق او النزف نتيجه اعطاء المميعات اثناء اجراء التحال، ونادرا جدا جدا انه قد يحدث عليها تحول نحو الخبث. التشخيص الكيسات البسيطة أنه أول شيء غياب القصة العائلية، ما بتلاقي في قصة عائلية مثل الداء الكلوي عديد الكيسات. بالإيكوغرافي وجود 3 كيسات على الأقل في كل كلي بقطر أقل من 3 سنتيمتر عادة مع كليتين طبيعيتين أو صغيرتي الحجم. هلأ السحاف الكلوي والداء الكيس اللبي نادرات جدا، لا توجعوا رأسكم فيهم. رح ندرس الكلي اسفنجيت اللب بسموها
الميديولاري سبونج كيدني، الكلي لب الكلي بيصير مثل الاسفنج. تعريفها وآليتها الإمراضية هي إصابة يحدث فيها توسع في الأنابيب اللبية اللي بتكون قريبة من لب الكلي والحليمات في القناة الجامعة، مما يعطي الكلي مظهرا اسفنجيا، ولذلك سميت بالكلي اسفنجيت اللب. إنذارة جيد عادة وبتصيب واحد من كل 500 شخص. عادة ما تكون الإصابة فردية، والسبب إما بكون طفرة أو خلل ولادة خلقي في الأهرامات اللبي. المرض ليس وراثيا ولكن قد يكون له صفة عائلية، يعني بيلتقى عند أكثر من شخص بالعائلة. تتظاهر عادة بين العقدين الرابع والخامس من العمر، بتكون غير عرضية إلا عند حدوث أحد الاختلاطات المذكورة أدنى والتي تمثل شكايات المريض. اختلاطاتها أنه قد تختلط مع الكلاس الكلوي وحصيات كلسية متكررة. الكلاس الكلوي هو عبارة يسمون نيفرو كالسينوسيز، يعني بترسب الكالسيوم داخل النسيج الكلوي، وأيضا قد ترتبط مع حصيات كلسية متكررة وخاصة من نوع حصيات فوسفات الكالسيوم التي تنجم عن الركودي البولي وفرط البيلي الكلسي. المرض أحيانا بترافق مع بيلي كلسي، يعني مطرح كالسيوم بالبول بيكون مرتفع، وأيضا بسبب نقص سترات بالبول وفرط نشاط جارات الدرق أحيانا. أيضا بترافق هذا المرض مع زيادة الأهبي للإنتانات البولي البيلي الدموية التي قد تكون عيانية ومتكررة ونقص القدرة على تركيز البول، وبالتالي المريض بيكون عنده بوال. أيضا قد ترافق مع الحماض أو الحميضات الأنبوبة الكلوي واضطرابات تمعدن العظم، ومن النادر وصول هذا المرض إلى الداء الكلوي الانتهائي. التشخيص بالصورة البسيطة للجهاز البولي، الصورة البسيطة العادية تبدي وجود تكلسات برانشيمية في اللب الكلوي. بالإيكوغرافي قد يظهر زيادة في كثافة اللب الكلوي. التصوير الضليل للجهاز البولي يبدي وجود توسعات كروية في اللب أو تشععات خطية منتشرة حول الحليمي بشكل باقي الزهور وفرشات الدهان. التصوير الطبقي المحوري بدون حقن يبدي وجود تكلسات وكيسات. العلاج، علاج الكلي اسفنجيت اللب عادة هو علاج عرضي، لا تحتاج العلاج غير العرضي إلى العلاج. أما مرضى الحصيات فيعالجون بمركبات سترات البوتاسيوم وزيادة الوارد من السوائل، وفي حال تكرر تشكل الحصيات يمكن إعطاء المدرات التيازيدي. مثل ما بتعرفوا المدرات التيازيدي الهيدروكلور التيازيد بينقص أطراح الكالسيوم بالبول وبيرفع كالسيوم الدم، وبالتالي في حال تشكل حصيات كلسية متكررة قد يستفيد المرضى من إعطاء المدرات التيازيدي. تعالج الإنتانات البولية علاجا طويل الأمد بالصدر. هذا المظهر العياني للكلي اسفنجيت اللب. لب الكلي بيصير مثل اسفنجي، وهون لاحظوا الصورة الضليلي للكلي اسفنجيت اللب. بنلاحظ الحليمات بتكون متوسعة وبتكون كروية على شكل باقي الزهور. لاحظوا مكان السهمين، هاي الحليمات الكلوية بتكون كبيرة متوسعة وتأخذ شكل باقي الزهر. هون التصوير الطبقي المحوري بالكلي اسفنجيت لب، يلاحظ وجود تكلسات داخل الكليتين، هذا اللي نسميه النفرو كالسينوزيس، تكلسات ضمن البرانشين الكلوي. لاحظوا هون بهي الكلي فيها تكلسات، وهي الصورة البسيطة الأشعة البسيطة صورة دي، وجود تظهر وجود تكلسات دقيقة بين قشر ولب الكلي. قد يسأل سائل كيف بدنا نميز بهالصورة هي التكلسات عن الحصيات؟ عادة يتم تمييز التكلسات البرانشيمية، يعني هذا النفرو كالسينوسيز، عن الحصيات الكلوية بأماكن توضعها، حيث الحصيات عادة ما تتوضع ضمن الحويضة والكؤيسات، أما النفرو كالسينوسيز فغالبا بيكون متوضع ضمن البرانشيم الكلوي.
متلازمة ألبورت هي بشكل أساسي بتدرسوها عند الأطفال، ولكن لها مظاهر مميزة، فلا لا بأس الواحد يتعرف عليها. وهي بشكل أساسي لأنه أمراض وراثية وخلقية، فأكثر ما تكتشف عادة عند الأطفال. متلازمة ألبورت هي مرض وراثي يؤدي لاضطراب في الغشاء القاعدي. هذا المرض بينجم عن طفرات في مورث COL4، وهي تؤدي إلى خلل في سلاسل الألفا للكولاجين 4، والذي يعد مكونا رئيسيا في الغشاء القاعدي. اضطراب المورثي تبعها كثير سهل. اضطراب المورثي COL4 هي تؤدي إلى خلل في سلاسل الألفا للكولاجين 4 اللي بيدخل بتركيب الغشاء القاعدي. تظهر سريريا بيلي دموي وبروتيني مع قصور كلوي. من مميزاتها اللي إذا ذكرت بالسؤال كثير بتوجه إلها، أنه بتترافق مع صمم عصبي حسي واضطرابات عيني. الصمم العصبي الحسي في حال ذكر بسؤال مع قصة بيلي بروتيني ودموي أو قصور كلوي، وخصوصا إذا ذكر قصة أنه المريض عنده قرنية مخروطية، فهي بتكون داء ألبورت حتما. هناك ثلاث أشكال لمتلازمة ألبورت، وذلك حسب نمط الانتقال الوراثي. النمط المرتبط بالصبغة X أو المرتبط بالجنس هو أشع، وأيضا له نمط وراثي بصفة جنسية جسمية متنحية وجسمية سائد. راح ندرس فقط متلازمة ألبورت بالنمط الوراثي المرتبط بالجنس أو بالصبغة X. هي الشكل الأشع وبتشكل حوالي 80-85% من المرضى. هي النمط هذا بينجم عن طفرة في مورث COL4A5 التي ترمز السلسلة ألفا من الكولاجين 4. وهي بدورة تقسم إلى نمطين. نمط يحدث لدى اليافعين، حيث يصل المرضى الذكور عادة إلى القصور الكلوي النهائي باكرا خلال العقد الثاني إلى الثالث من الحياة، ويحدث لديهم صمم مبكر. النمط الذي يحدث لدى البالغين بيحدث القصور الكلوي النهائي بعد العقد الثالث مع أو بدون وجود الصمم. التظاهرات السريرية، أولا البيلي الدموي وهي أشعة التظاهرات السريرية، وهي عرض دائم تقريبا. مرضى متلازمة ألبورت بيعانوا من بيلي دموية متكررة، تكون مجهرية عند كل الذكور المصابين منذ الولادة، وعادة تترافق باسطوانات بريات حمر. قد تحدث نوب من البيلي الدموي العيني محرضة بالإنتان أو الجهد. تحدث البيلي الدموي لدى 90% من الإناث في الشكل المرتبط بالصبغة X، بينما تبدو دائمة لدى الإناث والذكور في الشكل الجسمي المتنحي. أعلق التظاهرات الكلوية فقط لا تهتموا بتفاصيلها، فقط تركزوا على أهم البيلي الدموي والبيلي البروتيني، وأيضا تترافق مع ارتفاع بالتوتر الشرياني والداء الكلوي الانتهائي. فقط التظاهرات بدون تفصيلاتها. التظاهرات خارج الكلوي وهي اللي بتساعدنا بتشخيص متلازمة ألبورت. مثل ما ذكرت الصمم هذا بيحدث لدى 80% من الذكور و 30% من الإناث، وعادة بكون هو صمم عصبي حسي ثنائي جانب، وبكون للتوترات العالي يعني بين 2000-8000 هرتز. لا يظهر عند الولادي وإنما يتأخر قليلا. ففي حال ذكرت قصة سريرية عند طفل عنده بيلي دموية متكررة وصمم عصبي حسي، أول ما تحطه ببالك هي متلازمة ألبورت. الاضطرابات العينية أيضا هي يعني مميزة، تحدث لدى 40% من الذكور و 15% من الإناث. أشع الاضطرابات هي القرنية المخروطية أو العدسة المخروطية الأمامية، يسموها اللينتي كونس، إنه بترافق مع عدسة مخروطية، وبتبدأ بالظهور في العقدين الثاني والثالث من العمر، وبتكون ثنائية الجانب في 75% من الحالة. هي التظاهرة العينية الأشع، لكن يوجد أيضا تظاهر عيني شائع آخر، وهو وجود بقع بيضاء أو صفراء حبيبية حول اللطخة الصفراء.
ايضا يمكن مشاهده حبوب السيارات في بطانه القرنيه، مثلكم ملاحظين هون العدسي لاحظ وجود القرنيه المخروطيه بهالصورتين هدول، وهون وجود بقع صفراء حبيبيه حول اللطخه الصفراء. ايضا من التظاهرات خارج الكلوي الورم العضلي الاملس الليو ميوما بيتشاهد بالمري وبالشجرة الروامية القصبية وبالجهاز التناسلي لدى النساء. الاضطرابات الدموية قد تترافق مع نقص صفيحات، وأيضا بتكون الصفيحات عرطلي في متلازمة إبشتاين أو اندخالات بالكريات البيضاء في متلازمة فيتشنر، لكن هاي الاضطرابات لم تعد تصنف ضمن متلازمة ألبورت. تشخيص متلازمة ألبورت كيف منشخصها؟ سريا من خلال وجود بيلي دموية مع قصور كلوي، أيضا وجود صمم واضطرابات عينية، ويتم التوجه للتشخيص بشدة في حال وجود قصة عالية لهذا الداء. أكثر ما تظهر قصة نقص السمع العائلي عند الأخوان أحد الأخوة. أيضا فحص القرنية المخروطية بيتطلب إجراء الفحص بالمصباح الشقي للعين، وايضا لتشخيص الصمام العصبي الحسي بنحتاج لاجراء تخطيط سمع. الخزعه الجلديه اجابتها تؤكد التشخيص لكن سلبيتها لا تنفي. احيانا قد يلجا لاجراء خزعه جلد بدلا من اجراء خزعه كلي، لان الكليوجين 4 بيدخل بتركيب الغشاء القاعده، فبالتالي اذا كان وجد خلل بالكولاجين 4 بالخزعه الجلديه فهو يؤكد التشخيص، لكن سلبيته ما بتنفي التشخيص. بالحالة هي بنلجأ لإجراء خزعة الكلي. بالخزعة الكليوية يجب إجراء التلوين بالتألق المناعي بأضداد سلسلي ألفا 5، وذلك لتمييزه عن الغشاء القاعدي الرقيق الذي يكون فيه التلوين طبيعيا. أيضا بداء الغشاء القاعدي الرقيق اللي راح ندرسه بعد قليل أيضا كمان بيكون فيه خلل بنفس أو الطفرة وبيكون فيه خلل، فالخزعة الكليوية هي اللي بتميز بيناتهم بين متلازمة ألبورت وبين داء الغشاء القاعدي الرقي. الدراسة المورثية هي طريقة نوعية وحساسية لتشخيص الداء، وخصوصا مورث COL4A5. معالج داء ألبورت، العلاج عادة بيكون عرضي، يعالج ارتفاع الضغط بمركبات الأسي إنهبيتر أو الأنجيوتنسين ريسبتور بلوكر، ايضا معالجه القصور الكلوي، يعتبر زرع الكلي العلاج الامثل في القصور الكلوي النهائي. هلا رح ندرس مرض اللي هو طبعا هاي الامراض اللي عم بحكي عنها كلها هي بتتشاهد عند الاطفال والمفروض تدرسوها بقسم الكلي عند الاطفال، ولكن لا باس انه الواحد يلقي الضوء عليها. داء الغشاء القاعدي الرقيق طبعا ما تخلطوا بينه وبين المينيمال تشينج ديسيز، هذاك داء تغيرات الصغرى. داء تغيرات صغرى قلنا هو عبارة عن نوع من التهاب الكبد والكلي وبيتظهر بشكل متلازم نفروزي. أما داء الغشاء القاعدي الرقيق بسموه Thin Basement Membrane Disease، هذا مرض وراثي يورث بصفة جسمية سائدي وبنجم عن طفرة متخلفة الأمشاج أو اللواقح في مورثتي COL4A3 وCOL4A4 على الصبغة 2، والتين هوني برمزه سلسلتين ألفا 3 وألفا 4 على التتالي من الكولاجين 4. طبعا انتبهوا للأرقام COL4A3 هاي بترمز للسلسلة ألفا 3 على الكولاجين، وCOL4A4 هاي بترمز السلسلة ألفا 4 على من الكولاجين 4، واللي والمورثي الطفرة اللي حكينا عنها بمتلازمة ألبورت هي COL4A5، هذه بترمز السلسلة ألفا 5 من الكولاجين 4. داء الغشاء القاعدي الرقيق بيتظهر سريا بويلي دموية مجهرية بتكون كوبية المنشأ، وعادة بتكون معزولة فقط، بيتظهر على شكل بيلي دموية قد تصبح عيانية بعد الانتانات التنفسي العلوي، ف
تكثر حدوث البيل الدموي بعد الانترنت التنفسي العلوي، وايضا قد ترافق مع ارتفاع توتر شرياني وايضا بيلي بروتيني، نادرا ما يصل الى اداء كلوي انتهائي في حالات نادره جدا جدا. بالقاعده انه هو مرض سليم وما بيؤدي الى قصور كلوي مزمن. يلاحظ بالتشريح المرضي ترقق الغشاء القاعدي الى النصف، لذلك انه الغشاء القاعدي ترقق الى النصف، لذلك من هون اتت التسميه انه الغشاء القاعدي الرقيق لكن دون تمزق او تشكل طبقات، وهذا ما يميزه عن متلازمة البول. العلاج مثل ما ذكرنا هو انه المرض سليم وطمئن المريض كونه اصابي سليمي مع مراقبه الوظيفي الكلوي مره كل سنتين. راح نحكي عن بعض الامراض وهي مختصه باضطرابات نقل الشوارد. هي تنتج عن خلل وظيفه بسبب طفرات تؤثر على النواقل الانبوبيه، واهم هذه الاضطرابات متلازمه بارتر، متلازمه جيتلمان، وعندنا متلازمه ليدل، متلازمه فانكل. متلازمه بارتر هي عباره عن مرض وراثي نادر يصيب الاطفال ويؤدي الى اضطرابات وظيفيه في عروه هانلي مقلدا اعطاء مدرات العروه. المريض اللي بياخذ فروزمايد يوميا بشكل مزمن بيحصل عنده تظاهرات مشابهه للتظاهرات اللي بتحصل عند مرضى متلازمه بارتر، وذكرت لكم اياها قبل مره انه مدرات العروي تنقص كل شيء، تؤدي لنقص بالكالسيوم، نقص بالكلور، نقص بالصوديوم، ونقص بالبوتاسيوم، ونقص بالمغنيسيوم. تنجم عن طفرات في البروتين النقل لعروه هانلي الى انواع كثيره ما تهتموا فيها، وخاصه على مستوى قنوات البوتاسيوم. بيتظهر الشكل الكلاسيكي بعمر 2 ل 5 سنوات، لذلك تكون غالبا ما تشخص بالطفولي، وهي بشكل اساسي يجب التركيز عليها عند الاطفال. بتتظهر بشكل بوال ونوب من التجفاف، اقياءات ومعص عضلي وتعب، نقص بوتاسيوم الدم مع قلى استقلابي، لكن اللي بيميز متلازمة بارتر ما بيحصل فيها نقص بالمغنيزوم، ايضا ما بيحصل فيها كلاس كلوي يعني النفروكالسينوسيز او ترسب الكالسيوم ضمن البرانشيم الكلوي. انتبهوا، متلازمة بارتر وجيتلمان متلازمة ليدل كلاتهم بترافقوا مع قلى استقلابي ناقص البوتاسيوم، ما تخلطوا بينتهم. ذكرت لكم أكثر من مرة وقت اللي درسنا التوازن الحمضي الكلوي، الإحماضات الأنبوبية الكلوية النمط الأول والثاني والرابع بترافقوا مع حماض أنبوبي حماض استقلابي طبيعي الفجوي الشاردي، أما متلازمة بارتر وجيتلمان متلازمة ليدل بترافقوا مع قلى استقلابي، فما تخلطوا بيناتهم. ففي حال سئلته مثلا على الاحماضات الانبوبيه الكلويه فهني بترافقوا مع حماض استقلابي، اما بارتر وجيتلمان وليدل فبترافقوا مع قلاء استقلابي ناقص البوتاسيوم. اهم ما يميز متلازمه بارتر انه الضغط الشرياني بيكون طبيعي، ما بيحصل فيها ارتفاع بالضغط الشرياني، علاجها بيكون بتعويض الشوارد الناقصه، كما ان الاندوميتاسين والايبوبروفين اثبتوا فعاليتهم في العلاج طويل الامد، لانه بيكون فيها بمتلازمة بارتر زيادة بإنتاج البروستاغلاندينات، لذلك من هنا أتت الإندوميتاسين والإيبوبروفين. ننتقل لمتلازمة جيتلمان، هي مرض وراثي جسمي متنحي بيصيب البالغين ويؤدي إلى اضطرابات وظيفية على مستوى الأنبوب المعوج البعيد، فيقلد إعطاء المدرات التيازي. ما تنسوا متلازمة بارتر بقلل اعطاء المدرات العروي او الفروزمايد، اما متلازمه جيتلمان لانه الاضطراب بيكون على مستوى الانبوب البعيد فبقلل تاثير المدرات التيازيدي، يعني المريض اللي بيستعمل المدرات التيازيدي بشكل مزمن مثل الهيدروكلور التيازيد لفتره طويله تحصل عنده نفس التظاهرات اللي بتحصل عند مرضى متلازمه جيتلمان. تنجم عن طفرات في الناقل المشترك للصوديوم والكلور بسموه الـ NCCT صوديوم كلور كو ترانسبورتر، أيضا تترافق مع قلى استقلابي ناقص البوتاسيوم، وأيضا بيكون فيها ضغط شرياني طبيعي.
ما بيرتفع في الضغط الشرياني. تتميز متلازمة جيتلمان عن متلازمة بارتر، انه قلنا بارتر ما بيحصل فيها نقص المغنيسيوم، اما جيتلمان بيحصل فيها نقص بالمغنيسيوم وبيحصل فيها انخفاض كلس البول وعدم الاستجابه للاندو ميتاسي. متلازمه جيتلمان ما بيستجيبوا فيها المرضى للاندوميتاسين لانه ما فيها بيكون فيها زياده بفعاليه البروستاغلاندي. علاجها لكن ميزته انه بترافق مع نقص مغنيسيوم، اما بارتر ما بترافق مع نقص بالمغنيسيوم. علاجها تعويض الشوارد الناقصه مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. هلا بنجي على متلازمه ليدل. متلازمه ليدل ايضا تدعى بالالدوستيروني الكاذبي، بسموها بسودو هايبر الدوستيرونزم. الالدوستيروني الكاذبي هي عباره عن مرض جسمي سائد يصيب الاطفال ويؤدي الى اضطراب في وظيفه الانبوب الجامعي. بتنجم عن طفرات في قنوات الصوديوم الظهريه بسموها الإيناك الإبيتيليال صوديوم تشانل. هاي القنوات تبقى مفتوحة وبالتالي بتؤدي لزيادة في عود امتصاص الصوديوم وإطراح البوتاسيوم. تظهر هاي المتلازمة بارتفاع ضغط شرياني شديد، قلة استقلابي ناقص البوتاسيوم وانخفاض الدسترون الدم. لذلك سميت بالألدوستريني الكاذبي. وليش سميت بالألدوستريني الكاذبي أو البسودو هايبر الدوستيرونزم؟ لأنه بتترافق بتشابه متلازمة الألدوستيرون البي دي أو دا كون، بكون إنه المريض بيكون عنده ارتفاع بالضغط الشرياني مع نقص بالبوتاسيوم، وبتفترق عنه إنه بالألدوستيرون البي دي أو متلازمة كون شو قلنا بكون الألدوستيرون بكونوا مرتفع، أما الرينين بكونوا منخفض. أما الألدوستيرون الكاذبي أو متلازمة ليدل بكون الألدوستيرون والرينين اثنيناتهم منخفضات. فلذلك سميت الألدوستيرون الكاذبي. فقط سميت بالألدوستيرون الكاذبي لأنه تتشابه مع بالتظاهرات السريرية مع متلازمة أو داء كون أو الألدوستيرون البديهي، من حيث أنه بتترافق مع ارتفاع بالتوتر الشرياني مع نقص بالبوتاسيوم. بشكل عام إذا كان عندنا مريض، وذكرت لكم أكثر من مرة انه المريض اللي بيكون عنده ارتفاع بالتوتر الشرياني مع نقص بوتاسيوم، اشيع سبب بيكون هو تضيق الشريان الكلوي وبعده بيجي متلازمه كون. اما متلازمه ليدل فهي متلازمه نادره، لكن ميزتها عن الالدوستيرون البي دي انه صحيح هي بتترافق مع ارتفاع ضغط شرياني مترافق مع نقص بوتاسيوم، لكن بالالدوستيرون البي دي او دا كون بيكون الالدوستيرون مرتفع والرينين بيكون منخفض. اما بمتلازمه ليدل فبكون الالدوستيرون والرينين اثنيناتهم بيكونوا منخفضه. عاده تعالج هي متلازمه ليدل وهي مثل ما ذكرنا تترافق مع قرى استقلابي ناقص البوتاسيوم، تستجيب للعلاج بالتريمترين والحمي عن الصوديوم. التريمترين هو المدرات الحافظه للبوتاسيوم، فبيساعدنا بتعويض البوتاسيوم بالحفاظ على البوتاسيوم، وايضا بيساعدنا بضبط الضغط. المتلازمه الاخيره اللي راح نحكي عنها وهي متلازمه فانكوني. متلازمه فانكوني هي اضطراب في وظيفه الانبوب القريب وبتترافق مع امراض كثيره اشعه عند الاطفال، اغلبها هي امراض بتكون عند الاطفال بتترافق مع متلازمه فانكوني. ده اسمه ده سيستينوسيز، هذا بتدرسوه بالاطفال. وعندنا الجالبتوزيميا وداء ويلسون اضطراب استقلاب النحاس، وايضا عدم تحمل الفركتوز الوراثي وداء دينيت. كل هذه الامراض تشاهد عند الاطفال، لكن اكثر الامراض اللي بتترافق مع متلازمه فانكوني عند الاطفال هو سيستينوسيس. متلازمه فانكوني عاده تترافق مع تعدد بيلات وصهاف، يعني بوال وشرب ماء بكثرة وتجفاف. تترافق مع بسبب الأنبوب القريب مثل ما ذكرنا أنه الرشاح الكبي هو المسؤول بشكل أساسي عن العود الامتصاص معظم الرشاحة الكبي، فتترافق مع بيلة حموض أميني، وأيضا مثل ما ذكرنا الجلوكوز معظمه بيمتص بالأنبوب القريب، ف بسبب سوء وظيفة الأنبوب القريب بيؤدي إلى بيلي سكري جليكوز يوريا،
وايضا بترافق مع نقص بالبوتاسيوم وبترافق مع عوز بالفيتامين د، وايضا بترافق مثل ما ذكرنا الفوسفات بتمتص من الانبوب القريب، فبالتالي في حاله اضطراب وظيفه الانبوب القريب بيحصل عندنا نقص بالفوسفات وبتؤدي لحدوث الرخد المعند على الفيتامين د او بسموه الهايبوفوسفاتيميك ريكيتس، الرخد بسبب نقص الفوسفات، وايضا تترافق مع نقص كالسيوم الدم وبيلي كلسي بيزداد اطراح الكالسيوم بالبول، وايضا حتى تترافق اكثر من هيك مع نقص حمض البول بالدم وزياده اطراح حمض البول بالبول، لانه كل هاي الاضطرابات اللي حكيت عنها كلها هي متعلقه بوظيفه الانبوب القريب، سواء عوده امتصاص السكر او الحموض الاميني او الفوسفات والفيتامين د وايضا حمض البول، كلها بتكون تمتص او تعاد امتصاصها بالانبوب القريب، فبالتالي في حال وظيفه الانبوب القريب كلها تنطرح في البول. ولذلك اي مريض بنذكر بالقصه السريري انه عنده بيلي حموض اميني امينو اسيد يوريا او بيلي سكري جلوكوز يوريا، اول ما بيخطر على بالنا فورا هي متلازمه فانكوني. ولهون بيكون وصلنا لنهايه محاضرتنا ولنهايه قسم امراض الكلي. اذا في حدا عنده سؤال يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور، بس بالنسبة لداء الغشاء القاعدي الرقيق، مر معنا سابقا انه لا يسبب بيلي بروتينية اطلاقا، وهون مكتوب يعني بسبب بيلي بروتينية، فإنه نعتمد انه دكتورة هو بشكل اساسي بيؤدي لبيلي دموية متكررة، نادر ما تحدث فيه البيلي البروتيني، بس هي انه ميزة انه البيلي الدموية عادة بتكون متكررة وبتكون سليمة عند هذا المريض بإجراء خزعة الجلد إذا تأكد وجود هاي المتلازمة، أو في حال إجراء الخزعة الكلوية وتأكد وجود الغشاء القاعدي الرقيق فهي بتكون سليمة وما بتحتاج لأي علاج، ولكن بشكل أساسي ما بتؤدي لحدوث بيلي بروتيني، هي بتظهر على شكل بيلي دموية متكررة تتحرض بالجهد وبالإنتانات، وخصوصا بعد إنتانات الطرق التنفسية العلوية. دكتور، هاي الأسئلة اللي بنهاية الدرس يعني مهمة ندرسها ولا؟ اطلعوا عليها، أنا مو ضروري أتقيد فيها، يعني أنا اللي شيء المناسب، إذا بتحبوا أنتوا تطلعوا عليها لتزيدوا معلوماتكم أو تزيدوا التوجه السريري تبعكم ما عندكم مشكلة يعني. في أي سؤال آخر؟ أو على المادة بشكل عام؟ والله ضخم المادة يا حكيم، هيك راعينا شوي بالأسئلة. يا دكتور أصلاً يعني هاي مادة الكلي، يعني هي يعني ما كلنا كنا ناخذ هذا المنهاج يعني هيك، بس مو والله إنه ضخم كتير كتير، أصلاً حتى عفنا لكم كتير منه، والحصيات والإنتانات البولية، مع أنه أصلاً أنتم اللي خسرانين، لأن الحصيات والإنتانات البولية إذا درست بالداخلية أحسن بكتير من دراستها بالجراحة البولية، ولكن لأنه معلوماتها بتكون أغزر يعني من تبع الجراحة، يعني الحصيات والإنتانات البولية عفناك كلها. يعني نفس الفريق العام، يعني تقريباً محاضرة قريبة لبعض كثير، يعني قصدك أنه المادة واحدة يعني حتى بالجراحة البولية تقريبا نفس المحاضرة؟ هلا قريب كثير كثير علي، انا زيادة شغلات بالجراحة. خلص تمام، اذا كان هيك الموضوع ممتاز، يعني لانه عادة بتعرفوا بالداخلية بفصلوا اكثر من بالجراحة، فاذا كان المحاضرات تقريبا نفسها فكتير كثير ممتاز. ايه قريبين كثير لبعضهم. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام.